هحكي لكم قصة، قصة جميلة، قصة من بتوع زمان، قصة بتحصل في أي مكان. طفل بيلعب في جنينة واسعة في محطة مصر زمان، بيطير طيارة 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 هو عاملها وفيها كل الألوان. طيارة طارت بخيط صوف خيط صوف، كان باقي من ديل الفستان اللون بنفسجي وخ حديد وجامد ومتين كمان. طيرت طارت في السما طارت، سبتها تطير مع الأحلام. الخيط كتير وجامد والقلب حديد، طيرت طايرة في كل مكان. جه عيل ابن أحبة بيمصه قطع من تحت رجلي، وخد البكرة وطارت الطيارة في كل مكان. جريت وراه نطت وراه في الترماي، البكرة عايزها عندي طيارة، هطيرها تاني مفيش كلام. قصة جميلة بفتكرها، أحلام بسيطة ولعبنا كان تمام التمام. النهاردة بنلعب بمطوة وخنصر والسيف، وخد عندك ايه كمان. حياة بسيطة كانت بسيطة، والناس ما كانتش كئيبة. النهاردة